قال تعالى فصل لربك وانحر. الفاء هنا فاء متعلقة بما قبلها، والذي قبلها إنا أعطيناك الكوثر، فإعطاؤه عليه الصلاة والسلام الكوثر الذي هو نهر أو هو الخير الكثير منحة ونعمة. ومن ثم يستفاد من فاء السببية فصلي، يستفاد منها وجوب الشكر لله عز وجل على ما أنعم به عليك. والصلاة هنا هي الصلاة بجميع أنواعها، وقوله لربك يقتضي كما سلف الإخلاص لله عز وجل، بمعنى لا تصلي لغيره. وذكر الرب بعد العبادة يقتضي ماذا؟ يقتضي أن الرب هو الذي يستحق العبادة. ومن ثم نذكر ما يذكره العلماء من أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. وقوله وانحر، النحر يختلف عن الذبح، فالذبح يكون في الحلق، وأما النحر فيكون في الإبل، وذلك أن تطعن في الوهدة. والوهدة هو المكان الذي بين أصل الصدر والعنق، وهنا لفتة بلاغية، وهي ما تسمى بالإيجاز الذي يقابله الإطناب، يقابله الإيجاز الذي هو الاختصار، لكن الاختصار الذي لا يؤدي الغرض لا يعد اختصارا وإيجازا في عرف البلاغيين، وإنما يعد قصورا، وحاشا كلام الله عز وجل أن يكون فيه قصور. فهنا إيجاز، فالأصل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر لربك، فحذفت لدلالة ما قبلها عليها. ويستفاد من هذا أيضا وجوب النحر لله عز وجل، فيكون النحر لله عز وجل، فإذا نحر لغير الله فهو الشرك بعينه. ولو تأملت معي لوجدت أن هذه الآية ذكرت عبادتين هما نفس العبادتين المذكورتين في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي. فالصلاة والذبح الذي هو النسك مذكوران في هذه السورة. الصلاة فصلي وانحر.